السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بعض طلبة العلم سواء من الجامعة عندنا أو غيرها يسألون عن طلب بعض المنتسبين للفرقة السلفية أو الوهابية، يطلبون منهم أن يناقشوهم، فأنا أقول لهم لا تحتاجون إلى مناقشتهم، خاصة أنكم غير متخصصين، فقط اسألوهم سؤالا واحدا: ما هو سندكم في العقيدة؟ ابن المبارك رضي الله عنه يقول: الإسناد من الدين، ولولا الإسناد لقال من شاء ما شاء. كل يزعم، هذا يزعم أنه حزب الله، وهذا يزعم أنه أهل السنة، وهذا يزعم أنه أتباع السلف. أعطونا سندكم إلى السلف في العقيدة. وكل المعاصرين يرجعون في عقيدتهم إلى ابن عبد الوهاب النجدي. جميل، أعطونا شيخا واحدا في العقيدة، وركزوا على في العقيدة، لابن عبد الوهاب، ولا تحتاجون بعد ذلك إلى أي نقاش. أنا عن نفسي سأصير وهابيا، شيخا واحدا. هذا سؤال معجز لكل من انتسب إلى هذه الفرقة، سواء كان من الإنس أو من الجن، معجز تماما، لا سبيل. وبمجرد أن تسأله سيأتيك بكل كلام إلا الإجابة، سيبدأ يبدع ويكفر ويضلل، وأنتم وقل له دعك من هذا الكلام، هذه مخارج طوارئ. أنا سألتك سؤالا، لك مني ما تشاء من المال، ولك أن أصير وهابيا على طريقتك بل أشد إذا أتيتني بشيخ واحد. أما إذا عجزت فاعلم أن الله تعالى قد حفظ دينه، لا تزال طائفة من أمتي على الحق، قال القاضي ياض، أي على عقيدة أهل السنة والجماعة، ظاهرين، ليسوا مخفيين، ليسوا مدفونين، كما يزعم محمد بن عبد الوهاب يقول: والله الذي لا إله إلا هو لقد طلبت العلم واعتقد من عرفني أن لي معرفة. وأنا ذلك الوقت، هو ابن عبد الوهاب يقول ذلك الوقت لا يعرف معنى لا إله إلا الله ولا دين الإسلام، قبل ذلك الوقت قال قبل هذا الخير الذي من الله به. وكذلك مشايخه، وكذلك مشايخ يقول: ما منهم رجل عرف ذلك. ثم يقول ابن عبد الوهاب: فمن زعم من علماء العارض أن هذه منطقة، يعني في نجد، علماء الحنابلة قاموا ضده، يعني وعلى رأسهم أخوه سليمان ابن عبد الوهاب، قال وابن عفالق، علماء أقطاب يعني في المذهب الحنبلي، قال: من زعم من علماء العرض أنه عرف معنى لا إله إلا الله أو دين الإسلام قبل هذا الخير، أو زعم من مشايخه أنه عرف ذلك، فقد كذب وافترى ولبس على الناس وزكى نفسه بما ليس فيه. إذن الرجل يعترف ويقر بأنه لا شيخ له في العقيدة، وكل من حاول أن يأتي بالشيخ ابن عبد الوهاب نفسه يكذبه، يقول لك: من زعم أن لي هو له شيخ، شيخا واحدا في العقيدة، نعم، فقد كذب وافترى. العقيدة التي كفر بها الأمة، يعني وبدع، كفر لم يبدع يعني فقط، بل كفر وقاتل بعد ذلك. يعني واقرأوا تاريخ نجد لابن غنا، وتاريخ نجد لابن بشر، والدرر السنية في الأجوبة النجدية، كتاب العقائد، نعم، وكتب مؤلفة في تكفير الدولة العثمانية وغير ذلك. لذلك يعني أنا أقول لا تناقشوهم، وإنما اسألوهم عن الإسناد. طيب الآن أنا مثلا عندي، هو يقول لك الأشاعرة. طيب الآن الذين ينتسبون إلى أهل السنة والجماعة لا يوجد إلا فريق الأشاعرة والماتريدي وفضلاء الحنابلة اللي هم عامة المفسرين، يمكنكم أن تدخلوا على المكتبة الشاملة، كل تفسير مؤلف قبل الاستعمار، قبل الاستعمار يعني قبل نبوة هذه النبتة ونشوء هذه الناشئة الحادثة المبتدعة في هذه الأمة، أي تفسير ترونه، استثنوا تفسير الكشاف، بعض قليل جدا من تفاسير معتزلة، ستجدون كل تفسير أمامكم لأهل السنة، كل تفسير أهل السنة والجماعة. ولا يستطيع الوهابي أن يأتي بأي تفسير، حتى الطبري، حتى ابن أبي حاتم، ويقول كل ما فيه حق، لأنها مليئة بالتأويلات. نعم، حتى قال أحد كبرائهم أنه للأسف عند على مذهبهم كل المفسرين للأسف على مذهب الوهابية لم يسلموا من البدع، حتى الطبري يصرح بنفي الجسمية، وشيوخ هذه الفرقة يتعقبونه، لا يجوز نفي الجارحة كما في التبصير في معالم الدين، وحتى في الاستواء في تفسيره، أول الاستواء قال: على علو ملك وسلطان، لا علو انتقال وزوال. وهذا الشيخ الغنيمان النجدي اللي كان يعني في الجامعة الإسلامية
قال يعني هذا من أقوال أهل البدع، والطحاوي عندهم وقع في بدع لأنه نفى الجسمية، قال تعالى الله عن الحدود والغايات والأركان والأعضاء والأدوات، لا تحوي الجهة الست كسائر المبتدعات. وعندي أنا رسالة هكذا لطيفة فيها 10 انتقادات لعقيدة الطحاوي، اسمها التنبيهات المرضية، هي غير مرضية على العقيدة الطحاوية، يعني استخرجوا 10 أخطاء عقدية. والطحاوي في نهاية العقيدة يتبرأ من كل من خالف شيئا من ما ذكروا في هذه العقيدة. فالآن عندنا قراءات متواترة، وعندنا قراءات شاذة يعني لها إسناد ولكنه آحاد. تخيلوا إنسان يريد منا أن نترك المتواتر لا لقراءة شاذة بل لقراءة محدثة مبتدعة لا إسناد لها منقطعة. العقيدة عقيدة أهل السنة الأشاعرة والماتريدية منقولة بالتواتر طبقة عن طبقة، من لدن رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الصحابة. ابن مسعود لا شك أنه عرف العقيدة الصحيحة، علمها لعلقمة، وعلقمة لإبراهيم، وإبراهيم لحماد، طبعا آلاف الطلاب لكن هؤلاء أشهرهم، حماد لأبي حنيفة، أبو حنيفة لتلامذته، تلامذته نعم ناقل مذهبه أبو يوسف ومحمد علموها لتلامذتهم، ومنهم أبو سليمان الجزجاني اللي هو راوية كتب محمد، أي نعم، ثم أبو بكر أحمد الجوزجاني، ثم الإمام الماتريدي، ثم وثم وثم إلى زماننا هذا. والإمام الأشعري موافق في أصول الاعتقاد للإمام الماتريدي، حتى ما أحد يقول لي والله الأشعري تغير ورجع، هذا كلام يعني فيما مقاطع أخرى بينا تهافته وأنه يعني أقرب للهذيان منه إلى العقلاء. بل نقلنا عن ابن تيمية من كتبه أن الأشعري بقي على عقيدة ابن كلاب رحمه الله. نعم، فالآن يعني أقول لكم لا تناقشوهم وإنما اطلبوا الإسناد، هذه عقدة الفرقة الوهابية، الإسناد مجرد ما تذكر له الإسناد خلاص يبدأ يتكلم ويشغل. قل له ما دام لم تأتني بإسناد لا كلام لي معك في أي نقاش فرعي. إذا جاء إنسان يعني ملحد، مع الفرق طبعا الوهابي مسلم لكنه عنده بدع عقدية كبيرة لكن لا نكفره، أي نعم، لو جاء إنسان ملحد يناقشك في أفعال النبي عليه الصلاة والسلام وأقواله، قل له يا حبيبي أنت لا تؤمن بالله، تعال نتناقش في الله، أنت لا تؤمن أصلا بأحكام العقل، تعال نثبت أحكام العقل كما جاء في النسفية، حقائق والأشياء ثابتة. أول ما بدأ في العقائد بإثبات أحكام العقل، لأن بالعقل نثبت وجود الله ونثبت استحالة المستحيلات في حق الله، استحالة مشابهة الخلائق، استحالة مشاركة الخلق له في أي وصف من الأوصاف، في أي معنى من المعاني، في أي حقيقة من الحقائق، في أي قدر مشترك. أسأل الله تعالى أن ينفع بنا وأن ينفعنا بما نقول وبما نسمع وبما ننشر من العلم، والحمد لله رب العالمين.